يا هلا والله. اليوم هو اليوم الرابع من تحدي بداية التغيير. قبل ما نبدأ الفيديو هذا حاب أهنيك إنك وصلت لليوم الرابع. ممكن اليوم جسمك يكون تعبان شوية، حاس بشوية ألم بالعضلات، بس أبغاك تشد على نفسك وتتابع معايا تمرين اليوم قد ما تقدر. تمرين اليوم حيكون مميز ومختلف. حنلعب 7 تمارين حتركز لك على إبراز وشد عضلات البطن. كل تمرين حتكون مدته 30 ثانية وحنريح بين كل تمرين والثاني مدة 15 ثانية وحنعيد التمارين على جلستين. يلا جهز لي نفسك لأني أنا متحمس وأكيد أنت متحمس. خلينا اليوم نفجر البطن تفجير. Let's go! Three, two, one, go. وهذا حيكون أول تمرين معانا لليوم. تأكد أنك ما قاعد تحط ضغط على عقبتك ويكون الضغط كامل على البطن بالطلوع وبالنزول. Halfway there. طيب خلال أداء تمرين الدراجة خلي يدك تحت مؤخرتك ونفس الشيء ما تضغط على عقبتك خلال التمرين. Halfway there. خلي الضغط دائما على أسفل البطن. Come on, let's go. خلال أدائك لهذا التمرين تأكد أنك تخلي بطنك مشدودة طول وقت التمرين وحركة الرجل تكون بطيئة جدا عشان تفعل عضلات بطنك بشكل أفضل. Halfway there. Rest.
3 2 1 go. مع تمرين البلانك في خطأ شائع انه الناس يمسكوا يدهم خلال التمرين، وهذا ممكن يحط ضغط زايد على كتفك. خلي يدك بالشكل اللي انت شايفه زي ما انا مسوي، على خط مستوي مع بعض. Halfway there. Halfway there. Three, two, one, rest. Three, two, one, go. Halfway there. Halfway there. Halfway there. Three, two, one, rest. Three, two, one, go.
3, 2, 1, go. كذا نكون خلصنا التمرين اليوم الرابع من تحدي بداية التغيير. طبعا الوقت خلص بس أنا ما انتبهت توني انتبه. Well done. كذا نكون خلصنا تمرين اليوم. أتمنى أن يكون عجبكم. كل واحد يكتب لي بالتعليقات إيش كان تمرينه المفضل من السبعة تمارين هذه. وإذا عجبك التمرين لا تنسى تعطيني لايك وتتابع القناة عشان تشوف التمارين الجاية وشارك التحدي هذا مع أحد تبغاه يبدأ يغير من نفسه ويغير من جسمه. أشوفك الفيديو الجاي.